السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن موضوع جديد، عن بداية جديدة. كل عام وأنتم بخير، صحة والسلامة عليكم إن شاء الله، لكم ولعوائلكم ولأصدقائكم. نبدأ بداية جديدة اليوم، تاريخ 1/1 2016. إن شاء الله راح نبدأ موضوع جديد، نبدأ تسلسل جديد، نبدأ مواضيع من الامتحانات والأمور اللي تغيرت في امتحانات سيسكو والأمور الأخرى والشركات المنافسة. الموضوع راح نطرحها كلها إن شاء الله ونتكلم عنها تفصيلين. تابعونا من خلال قناتنا سيسكو فور أول، تابعونا من خلال جروب CCNA2 CCIE Data Center، تابعونا أيضا من خلال جروبنا اللي هو سيسكو فور أول، وشوفونا دعمكم، سبسكرايب، مشاركاتكم، حتى نقدم لكم كل ما أفضل لدينا. سلسلتنا اسمها اليوم سلسلة No Fear، اللي هي لا خوف. أنا سميتها No Fear Do It، يعني بدون خوف كمل، استمر، لا تخلي أي عقبة توقفك. من الأمور اللي راح نوضحها، أمور راح نوضحها إن شاء الله اليوم بالنسبة لكم من خلال هذا السلايد، اللي هو أهلا وسهلا بكم في سلسلتنا وأعمالنا الجديدة. سلسلتنا الجديدة من الجانب العلمي والعملي، تتضمن تأثير الشهادات في سوق العمل وأهميتها للمستقبل القريب. مثال على ذلك الحوسبة السحابية والحوسبة الحكومية، ومشاركة مشاريع تطبيقية معكم. تابعونا من خلال قناة سيسكو للجميع والجروبات المخصصة لها. معكم المهندس عمار حنون، حاصل على أكثر من 25 شهادة بمجال الداتا سنتر، وممثل شركة سيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الشهادات اللي هي ظاهرة أمامكم، قسم عندها هاردوير سبيشاليست، قسم عندها سيرتيفيكت معروفة، قسم من الشهادات هي مخصصة فقط لموظفين سيسكو. مثل ما ذكرت سابقا، تابعونا من خلال الفيسبوك جروب اللي هو CCNA2CCIE Data Center، تابعونا أيضا خلال سيسكو فور أول والقناة المخصصة لنا. واحدة من الأمور إن شاء الله راح أوضحها، راح نوضح على شكل فيديوهات، كل سلايد راح يتضمن فيديو من أهم المواضيع اللي راح يتم مناقشتها، اللي هي سيسكو في 5 أيام. سيسكو في 5 أيام، إنه على سبيل المثال إذا أنت كنت متفرغ حاليا، ما ملتزم أي عمل أو أي من هذه الأمور اليومية اللي إحنا كنا نلتزم بها، ممكن الجدول موجود على الجروب، تتابعون من خلاله كيفية التحضير والدراسة خلال 5 أيام. جدول واضح جدا. الفيديو اللي راح يكون مخصص لهذا الموضوع راح أوضح به المواضيع، اللابات، المواضيع، المرونة للموضوع، المشاكل اللي راح تواجهك أنت كجديد بالمجال، الخوف من الامتحان والتكاليف، اختيار مسارك بعد CCNA Routing Switching، وكيف راح تدرس. هذه المواضيع اللي راح أوضحها إن شاء الله فيديو مستقل ضمن سلسلة No Fear. بنفس الوقت جدولنا الثاني اللي هو راح نتبعه خلال سنة 2016، المناهج التدريبية بطرق جديدة، كورسات مدمجة توضح العلاقة المجال بالثاني. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام انه انا راح اوضح ما اهمية VMware مع CCNA Data Center، ما اهمية CCDA مع ITIL، يا الاهم انه تدرس بهذا بالوقت الحالي، ما أهمية الوايرلس مع CCNA Security. طيب جونيبر، مو سيسكو، جونيبر لها وضع خاص، لها عالمها الخاص، راح تدخل بدخول هائل في عالم الداتا سنتر، في عالم SDN، في عالم الحوسبة الحكومية والحوسبة السحابية وكل هذه الأمور، الكلاود كمبيوتينجز، وشركات منافسة أخرى كثيرة موجودة مثل نوتانكس. عيوب نوتانكس، عيوب سيسكو، عيوب IBM، كل هذه الأمور راح أوضحها تحت سلسلة الداتا سنتر وعلاقة الشهادات الأخرى بالثاني حتى تكمل مسارك بشكل صحيح. من ضمن الأمور اللي راح نوضحها، كثير منكم سألني على امتحان CCNA. CCNA لازم تمتحن الامتحانين اللي هو 640-911 و 640-916، هذا اللي هو يكمل امتحان CCNA داتا سنتر. CCNA Wireless بالوقت الحالي أيضا تغير، أصبح الامتحان هذا الرقم الجديد إله. كذلك CCNA Cloud هي من ضمن الأمور اللي توضحت، من ضمن الأمور اللي توضحت وضافت
بالنسبة لمواضيع اللاس والباس والاس اللي هي انفراستراكشر از ان سيرفيس، بلاتفورم از ان سيرفيس، عندك سوفت وير از ان سيرفيس، اي تي از ان سيرفيس، داتا سنتر از ان سيرفيس، كل هذه المواضيع. امتحان جديد كذلك للسي سي دي اي، موضوع ديزاين، هذا تسلسل جديد. كذلك سيسكو سكيورتي، موضوع سي سي ان اندستريال، لحد الان كثير من الانستراكتور العالميين والمجالات الاخرى ما تطرقت لهذه الشهاده. راح نوضح فد شيء عنها وما اهميه وجودها. بنفس الوقت نوضح موضوع الاي او تي اللي هي انترنت اوف ثينكس. سلايد مهم ايضا احب اوضحه وياكم. احنا ماشيين بالتسلسل الصحيح. بالنسبه للداتا سنتر، داتا سنتر احنا عملنا بعد ما عملنا مشروع سيسكو للجميع، كثير من الشباب شاركوا بهذا الموضوع من خلال دعمهم تواصلهم. واحده من المواضيع المهمه ان شاء الله راح اوضح موضوع السي سي ام بي، كذلك راح اوضح لكم كيفية التحضير للسي سي اي. لا يوجد السلسلة اسمها بدون خوف، نو فير. الاساليب والتحديات ان انت توصل لهذه الشهادة بطريقة سهلة جدا، ما لك باي علاقة باي موضوع ثاني. راح اشرح لكم مساري، كيف مشيت بهذا المسار، كيف تحديت نفسي بدون ما اتطرق الاجهزة ولا حتى اللابات. هذه الامور راح نوضحها خلال موضوع سي سي ام بي داتا سنتر. موضوع اول مره ينطرح عربيا، راح اطرحه ان شاء الله باسمي بصوتي. راح اوضح الكورس انتروداكشن، اوضح لكم ان شاء الله الانستولينج سي سيريز، انستول يو سي اس ام بلاتفورم ايميليتر، كيف تعمل تطبيق على على اليو سي اس، على يونيفاي كومبيوتنج، تطبق على السيرفرات. راح نوضح الـ RBAC بالنسبة للـ UCS اللي هي Role Based Access Control، كيف تعطي صلاحيات لكل شخص موجود على الـ على الـ Blade Series أو C Series، وكيفية عمل Integration بين الـ Active Directory Microsoft Active Directory والـ RBAC اللي هي Role Based Access Control. كذلك راح نوضح أمور الـ Upgrade الـ B Series Firmware. من هذه الأمور المهمة جدا اللي هي لها تأثير على الهاردوير وإلها تأثير على بيئة الكلاود بشكل عام وبشكل خاص. راح نوضح إن شاء الله الـ UCS Manager Backup والـ Restore، كيف تعمل Backup. بالنسبة للLogin والMonitoring والـ Fabric Interconnect Redundancy، هذا راح أوضح لكم خلال 43 خطوة كيف تعمل configuration لهذا الموضوع حتى يصبح عندك الـ HA High Availability. نوضح إن شاء الله الـ B-Series Physical Connectivity، كيف عملية التربيط بين الـ B-Series وبين Fabric Interconnect والتوصيل بيناتهم وأنواع الكيبلات. Installing الـ B-Series Hardware، هذا الموضوع راح أشرح لكم إياه بطريقة مفصلة جدا لغاية ما أمل لكم من الهاردوير حتى يصبح عندك معلومات كفاية. كثير من الناس تدرس هذا المجال او تدرس على الاخص الهاردوير، لما يروح البيئة العمل يلاقي نفسه وما يعرف اسماء الاجهزة وتفاصيلها. البي سيريز لان بالنسبة للوكال اريا، بي سيريز بالنسبة لقضاء الستورج، ستورج اريا نتورك بالنسبة للسان، كونفيجر ذا يو سي اس كالستر، مثل ما ذكرت احنا نوضح هذا الموضوع بالخطوات ان شاء الله. Configure the LAN، Configure the SAN، Configure Resources Pool، كيف تستخدم البول إذا كنت راح تستخدم بيئة الـ VMware وإذا كنت راح تستخدم بيئة الـ UCS Manager. تأثير Service Profile لما تغير هاردوير بهاردوير جديد، وما هو Service Profile وكيف راح يخدمنا. Service Profile Template والفروقات اللي بيناتهم، الفروقات بين Service Profile Template Initial وال Updates. راح نتكلم عن الـ Integrated C Series، الأخطاء اللي تصبح مشاكل في الديزاين، كيف راح تعمل Integration، تعمل Centralized Management لكل الأجهزة اللي عندك من خلال Software واحد. آخرهم إن شاء الله نتعرف على بيئة الـ VMware، الـ VCenter، الـ VSphere، وكل المواضيع اللي متصلة بيها، وكيف راح تعمل Integrate مع الـ UCS Manager. ومثل ما ذكرت
راح تعرف على الهاردوير مثل ما ظهر امامكم. هذه هي واجهة اليو سي اس مانجر، راح نعلمكم ان شاء الله كيف تنسقون اللاب، كيف راح تعرف على الفايبرك انتر كونكت، الفايبر اكستندر، الكارتس، الفيكس، الهاف ويث، الفول ويث، كل هذه المواضيع مع الدعم الموجود الكتابي مع حل الاسئله ان شاء الله. وراح نوضح كل واحد من هذه السلايدات في فيديو مستقل. كل اللي اريده من عندكم ان تدعمونا، تعليقاتكم، مشاركاتكم، وكل ما ممكن تتقدموا لنا من خلال جروب سيسكو فور اول وسي سي ان اي تو سي سي اي داتا سنتر. كذلك دعمكم على تشانل حتى يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.